مختلفة في ريمونتادا، بنتكلم عن مبادئ النادي الأهلي، ولأن الأحداث مختلطة علينا حبينا نرجع لمبادئ النادي الأهلي. والناس هتتكلم إيه اللي خلاكم تتناولوا الموضوعات دي؟ لا، إحنا كل ما نحس يا أحمد إن في كان في سؤال مطروح لينا بالظبط هنرجع كمان نتناول مبادئ النادي الأهلي بالزبط. وكل ما الناس تحس إن النادي الأهلي فيه هزة فيبدأ كل اللي حوالينا ينهشوا في النادي الأهلي، ويبدأ الكلام أنا نفسي أعرف فين كتاب مبادئ النادي الأهلي زي ما اتقال من أحد الصحفيين، هنرجع نذكر ونقول لك إيه هي مبادئ النادي الأهلي. عزيز باشا، في 1912 الوقعة اللي معانا الأولى، العضو فؤاد درويش حصلت مشادة بسيطة بينه وبين زميله سليمان فايق، اللي نتج عنها إن النادي الأهلي فتح تحقيق في الوقعة. الوقعة اللي التحقيق اتفتح فيها انتهت بمطالبة العضو فؤاد درويش بتقديم استقالته من الجمعية العمومية خلال 3 أيام، وفي حالة رفضه تقديم الاستقالة بتشطب عضويته. أهمية الموقف ده إن أنت 1912 زي ما اتكلمنا يا أحمد، أنت ما كانش عندك وهج بطولات يخليك تتكلم إن أنت محتاج لسه مكون الفريق 1911 ومفيش بطولات أساسا. أنت في بدايتك، ده من اللحظة الأولى أنت عندك مبدأ، عندك ثوابت، عندك عقلية مختلفة. مش دي بس الواقع اللي معانا، وعايزين نشوف الواقع التاني. لا، أنا عايز أركز إن الواقع دي عشان الصوت بس أصبح صوت عالي، وشوف أدب التعامل مع عضو في جمعية عمومية في النادي الأهلي. ادوله مهله 3 أيام يقدم استقالته ويدفع الاشتراكات، لو ما حصلش خلاص انت اضطريتني ان انا اشطبك، لكن في قرار تأديبي. ومن 1912 ل 1918 والرئيس النادي عبد الخالق باشا ثروت 6 لاعبين في بطوله كاس السلطانيه جم قبل المباراه مهمه وقال لك احنا هنقدم استقالتنا، واستشعرت الاداره ان هم رايحين لفريق منافس. الاهلي ما بيتلقوش دراعه، فضلوا الاستقالات وممنوعين سنه من دخول النادي. لكن يا فارس، 4 لاعبين تراجعوا وهم رياض شوقي، محمد شكري، كامل طه، حسن الصعيدي، وطبعا محمد افندي وعبد الحكيم علي افندي. طبعا احنا بنتكلم افندي لان دلوقتي الموجود دي ده انا عايز اركز نقطه بس مهمه، انا عايز اركز نقطه مهمه، انا عايزك تركز معايا بس مع كابتن رياض شوقي في 1918 عشان هنحتاجها في الواقعه الجايه وهي 1928 يا فارس. 1928 وموقف ثالث، جعفر والي باشا رئيس النادي الأهلي. حسين حجازي مش لاعب عادي، حسين حجازي أبو الكرة المصرية. حسين حجازي كان بيروح الأهلي الجمهور يحس إنه اكتسب قيمة مغايرة، يقول لك فريق حجازي، يروح الزمالك وكان معاه فرقته وكان معاه المجموعة بتاعته. حسين حجازي يا جماعة علامة فارقة في تاريخ الكرة المصرية. حسين حجازي اللاعب اللي بالعظمة دي ويكاد يكون من أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، في 1928 بعد نهاية المباراة في الكاس بين النادي الأهلي والترسانة بفوز الترسانة 2-1 وتتويجها بالكأس، رفض هو وبعض زملائه نتيجة إعاز منه أن هم يستلموا ميداليات المركز الثاني، رغم أن الملابسات بتاعة عدم استلام الميدالية غريبة جدا. المباراة اللي خسرها النادي الأهلي كان الحكم بتاعها أخو لاعب بيلعب في فريق الترسانة اللي انت بتخوض قدامه المباراة، ودي كانت وقعة غريبة جدا. انت كنت متقدم بهدف في الدقيقة الأولى، وانت كنت متقدم بهدف، وكان في ملابسات تحكيمية كتير جدا، ولكن اللاعب كان أخوه الحكم. بغض النظر عن احنا مش بنتكلم بشكل مباشر الأحداث أدت إلى إيه، لأن ده اللي انتهجته الإدارة. بعد ما رفض يستلم الميداليات، الإدارة خدت موقف من حسين حجازي اللي رفضت التصرف بتاعه، وخدت عقوبة على اللاعب اللي كان العقوبة قيمتها وعظمتها في ملابساتها، لأن العقوبة جت قبل 3 أيام بس من مباراة في نهائي كأس مصر. كان في كأس السلطانية وكأس مصر، المباراة كانت مع المختلط اللي هو الزمالك وقتها، ونتيجة مرورا ب 85 نفس الفكرة، انت خدت موقف تاريخي، فكان رد الموقف التاريخي انك فزت على الزمالك وقتها او المختلط 1-0 في مباراة النادي الاهلي قدم فيها اداء مميز جدا، كسبت المباراة وكسبت كاس مصر بعد ما خسرت الكاس السلطانية، ولكن اهم من كل ده كسبت مبدأ. لو نلاحظ التدرج، احنا بنتكلم في 1918، قبلها 1912، 1928،
حاجه مش عشوائيه ابدا. يعني كان لسه اتحاد الكره فارس 1921، ودايما في البدايات ممكن البعض يتنازل في البدايات من اجل صناعه اسم، وممكن حاليا لو انت جيت خدت موقف تربوي زي مثلا الموقف اللي احنا خدناه الاثنين لعيبه في المغرب واستدعائهم لمصر وبعضهم بالظبط عن المشاركه في البطوله العربيه، يقول اصل النادي الاهلي عنده بطولات كتير فبالتالي يقدر ياخد مواقف على حس البطولات دي. لا، 1928 ما كانش فيه البطولات الكتير، كان لسه اتحاد الكره 1921. وانا قلت عايز ارجع للكابتن رياض شوقي اللي اتعلم الدرس من 1918، لان هو اللاعب هو والكابتن زكي عثمان الاثنين اللي طلعوا استلموا الميداليات في المباراه دي يا فارس، فهو اتقرص في 1918 خلاص اي ميداليه انا هطلع استلمها اول واحد، فضلت مع 1928. لكن هنا ممكن حد يطرح سؤال، طب ما دي ممكن تكون اصلا ابعاد المرحله، وان كل الانديه وقتها كانت بتعلي من القيم والمبادئ والاخلاق. الحقيقه وارد جدا لو ما كانش عندنا الواقعه الشهيره اللي حصلت 1928، البعثه الاولمبيه اللي سافرت امستردام وهي في طريق عودتها نزلت في جنيف استقرت، فحصل وقع حتى الان ما حدش راضي يقول. انا تابعت الارشيف الاهرام حوالي شهرين، الاستاذ ابراهيم علام جينا طبعا رائد الاعلام الرياضي في مصر كان دايما يذكر ان هي واقعه مش كويسه، لكن مش عايز يذكر الواقعه عشان فكره اللعيبه. الحقيقه كان اثنين لاعبين، محمد جمال البرنس ومحمد حسن، لاعب من الاتحاد ولاعب من نادي الزمالك، تم تكريم كل البعثه والا اللاعبين دول في وزاره المعارف. فبدا يطرح السؤال، ايه الاسباب؟ احنا ليه طالبين التحقيق في عدم التكريم الاثنين اللعيبه دول؟ فاكتشفوا ان اللعيبه دول عملوا خطا ماشين جدا في جنيف، في جنيف في فندق السواح، وتم على اثاره عقابهم. هنا بقى كان اول انقسام لاتحاد الكره المصري اللي كان رئيسه رئيس النادي الاهلي جعفر ولي باشا، ووكيله رئيس نادي الزمالك محمد حيدر باشا اللي كان بيتمتع بصوت اغلبيه يا فارس برغم ان هو الوكيل داخل المجلس. بالظبط، وصراع بين جبهتين مختلفتين ولكن كل واحد بمعايير مختلفه تماما. بالظبط، كان معايير جعفر ولي باشا اللي لسه معاقب حسين حجازي وحرمه من السفر لتمثيل منتخب مصر في الولايات هو اعلاء القيمه والمبادئ، على عكس محمد حيدر باشا رئيس نادي الزمالك اللي كان بيبص لمصلحه نادي الزمالك، وان ازاي لو تم عقاب اللاعب ده هيتم حرمان الزمالك من اللاعب امام النادي الاهلي في مسابقه دوري القاهره. الحقيقه ابراهيم علام انا مش عايز اصدقكم بالموضوع، لكن كتب عن الموضوع ده كتير في فكره ان تم عمل جبهه داخل الاتحاد وترقصها محمد حيدر باشا، ولكن اتكلم في ثلاث خطوات رئيسيه ابراهيم علام. قال لك الخطوه الاولى ان الواقعه حصلت ولا جدال ان الواقعه حصلت. الخطوه الثانيه ان نادي الزمالك بالفعل او نادي المختلط وقتها ممثلا في رئيسه بيبحث عن مصلحه عدم ايقاف اللاعب. فعمل ايه في الخطوه الثالثه اللي عملها رئيس نادي الزمالك؟ بعت للقنصليه المصريه في الخارج، وطبعا الواقعه دي ما كانش فيها محاضره رسميه، وعارف لو القنصليه اعترفت بيها هيكون صوره مصر في الخارج صوره سيئه، فبالتالي جاب جواب من القنصليه ان الواقعه دي ما تمش فيها الاوراق الرسميه، وده كان الدافع بتاعه لعدم معاقبه اللاعبين. حصل الانقسام وطلع قرار سري 18 اكتوبر، الكلام اللي بقوله لكم ده موثق والتواريخ موجوده عندكم، 18 اكتوبر 1928 في جريده الاهرام. في جريده الاهرام استاء الحقيقه الاستاذ ابراهيم علام برغم ان هو احد المساهمين في تمصير نادي الزمالك من فكره الدفع برفع العقوبه عن اللاعبين، وقال الكلام انا مش حابب اقراه، لكن هو اتكلم في فكره ان دي ديكتاتوريه والمفروض تكون نعلي مصلحه القيم، واحنا كده بنكافئ اللاعب المجرم وبنعاقب اللاعب الناجح وحاجات من هذا القبيل. استمر الصراع ده بين الجبهتين الى ان تم اعلان القرار السري في صالح اللاعبين. لا، القرار السري ما كانش في صالح اللاعبين، تم هو في صالح نادي الزمالك، لان الواقعه خدت حوالي شهر، فقال خلاص هنعتبر ايقاف اللاعبين لمده شهر. طبعا استقال فيها جعفر، بالظبط استقال فيها جعفر ولي باشا، لانه طبعا مبداه كان البطوله الاخلاق قبل البطوله، وهو كان في صف معاقبه اللاعبين زي معاقب حسين حجازي يعاقب محمد جمال برنس. وبالفعل حتى موقع شبكه الكره المصريه اللي صاحبه زملكاوي تناول وقال بالفعل ان المباراه تم تاجيلها زي ما احنا شايفين على الشاشه بسبب فعلا اللاعب محمد جمال برنس. المقصود ان هو خدم مصلحه اللاعبين والانديه طبعا. ونادي الزمالك فاهمني، وبالفعل خسر النادي الاهلي 3-0 وخسر بطوله، وفاز نادي الزمالك ببطوله، لكن فاز النادي الاهلي بالموقف والمبدا اللي احنا عايشين عليه محترم. متمثلا في جعفر ولي باشا بالفعل يا فارس. كانت مقارنه سريعه عشان نبين بدايات النادي الاهلي كانت ايه مقارنه بالانديه الاخرى.
ده اللي عايزين نقوله يا احمد، وعايزين نوضح حاجه. انتوا بتسالونا فين كتاب مبادئ النادي الاهلي؟ مبادئ النادي الاهلي مش كتاب في مكتبه عليه تراب، مبادئ النادي الاهلي محفوره في عقل ووجدان كل اهلاوي، هي مرجعيه لينا اللي بتخلينا واحنا قاعدين كده يا احمد عندنا تاريخ نقدر نرجع له، وحاجه موثقه نقدر نفخر بيها. هي دي مبادئ النادي الاهلي اللي صعب على ناس كتير جدا جدا تفهم ادبياتها. اكيد، وانا عايز اقول بس نقطه معينه، لان بعض الناس بتشوف اي موقف انت حصل فيه تقصير فيقول لك هي فين بقى مبادئ النادي الاهلي، هو مؤكد احنا مش بيقودنا ملائكه على مدار 100 عام. لا، اكيد في اختلافات في الفكر، اختلافات في الراي، اختلافات حتى في النظر للقضيه، فما ينفعش ناخد جزء تم التقصير فيه او لم يتم فيه اتباع منهج معين على ان هو القاعده ونضرب بقى في فكره مبادئ النادي الاهلي. عارف يا احمد، سؤالك كلمه في منهج معين معناه ان في منهج، معناه ان في حاجه تقدر ترجع لها، هي دي المبادئ. المبدا الشيء اللي انا بقدر ارجع له، وده النادي الاهلي. عندنا حاجات كتير قوي يا احمد نقدر نرجع لها، حاجات نفخر بيها. بالظبط يا فارس، ونتمنى الناس اللي بتشكك في مبادئ النادي الاهلي تجيب لنا موقف او موقفين او ثلاثه، بلاش ثلاثه، موقف او موقفين بس من التاريخ يؤكد ان تم اعلاء القيم على البطوله. احنا بنسمع عن ايقاف الاجل غير مسمى، وطبعا بنبقى فاهمين ان هو 48 ساعه، بنسمع عن ايقاف لمده 6 شهور وبعد اقل من 30 يوم اللاعب بيرجع يشارك تاني. طبعا كل نادي هو حر تماما، لكن انت مش من حقك تزايد على مبادئ النادي الاهلي المحفوره في التاريخ عبر المواقف يا فارس. احنا طبعا ما جبناش كله، احنا قلنا البدايات، طبعا ركزنا على البدايات، ولسه عندنا مواقف كتير جدا. وكل ما الناس تحس ان احنا محتاجين نرجع لمبادئ النادي الاهلي هنرجع، وهنرجع لها وتاني، لان هي المرجع اللي مش هينفع ابدا نضله. وما بين ماضي وحاضر تناولناه هيفضل يا احمد النادي الاهلي بسياساته ومبادئه وبكل المنتمين ليه خط احمر صعب للمنافسين تجاوز بطولاته ومجده، وبالنسبة لجمهوره خط أحمر لا يقبل أبدا المساس به. نشوفكم في حلقة جديدة، والأهلي خط أحمر.